مصر، مصر يا أبو حسين، مصر هي اللي طلع روحها 60 سنة وهي بتحارب، واقفة لهم زي الأسد وشايلة القضية فوق دماغها. مصر هي اللي عبرت في 6 أكتوبر وانتصرت ودفعت عن كرامة الشعب العربي كله. مصر اللي شقيت وتعبت وضحت بشباب زي الورد. طب تقولوا عليها انها باعت القضية برضه؟ ده احنا فرحنا لكم وهتفنا لكم والشارع كله كان معاكم لما نزلتوا الصهاينة تحت الأرض 35 يوم في ملاجئ زي الفيران. اللي عشت مصر عمره ما يكبر مهما عمل. مصر هي الأم، واللي يشتم أمه هو اللي خسران. مصر بقلوبنا، وما حدا بيقدر ينكر على مصر يلي عملته. انتوا بلشتوا بالخطوة يا أخ ناجي، ونحن حنكمل النضال وراكم حتى تضل راية العرب والمسلمين مرفوعة دايما. بس كيف فكرتوا بهالفكرة الجبارة؟ وكيف قدرتوا نفذتوها؟ ولك يسلم الشباب ويسلم الوطن. الله يخليك يا عم الحاج. ده إبراهيم لبلب في اللغة العبرية، ده اللي كنا ماشيين بيه في تل أبيب. وده بقى حسام البطل بتاعنا، ده أول واحد نط على السطح بتاع البنك. خدمك عبد الجليل، اللي لا مؤاخذة فور قضبان الخزنة. مهندس زاهر، مهندس كمبيوتر. تهامي. ده بقى البركة بتاعتنا، الشيخ حسن. شو رح بتسوي بكل هالمصاري يا أخ ناجي؟ هو أولاً وقبل كل شيء يعني إحنا كنا عاملين حسابنا في مبلغ كده للمقاومة اللبنانية، يعني تقديراً منا وإعجاباً بكفاحكم ونضالكم. الحمد لله الحزب مش عاوز مصاري، نحن بيكفينا دعم الشارع العربي. والله يا أبو حسين ده راجل 100 100، أنا قلت برضه إن هو مش هياخد مليم. لا يا رب يزيدك ما يحرمك ويديك ما يضيمك. أمال إحنا هنمشي إمتى يا أبو حسين؟ تمشوا؟ تمشوا لوين يا أخ ناجي؟ على مصر. أوامر سقتوا منا؟ لا احنا عمرنا ما نزهق منكم ابدا، احنا لو قضينا بقيت حياتنا كلها هنا ما نزهقش منكم، بس اصل عايزين نرجع مصر بالحاجه عشان في عمليه تانية بنوضب لها. العمليه التانية صارت جاهزه يا اخ ناجي، بدكم تسووها هون. عمليه ايه؟ السيدات والساده، اليكم هذا النبأ العاجل. قامت قوات حزب الله بالقبض على 8 جنود إسرائيليين تسللوا إلى الحدود اللبنانية فجر اليوم، وأعلن اعتبارهم أسرى حرب ومعاملتهم معاملة الأسرى إلى أن يتم التفاوض بشأنهم أو تبديلهم بالأسرى اللبنانيين في المعتقلات الإسرائيلية. نعلن نحن حزب الله بالقبض على 8 جنود إسرائيليين تسللوا على الحدود اللبنانية فجر اليوم. تم اعتبارهم أسرى حرب وسيتم معاملتهم كأسرى لأن يتم التفاوض عبد الجليل ابني. لا 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 ده عبد الجليل ابني، يمين طلاب التلاتة يحذبني في نار جهنم يوم القيامة إن ده عبد الجليل ابني. هو أنا هتروح عن ابني؟ عبد الجليل إيه يا حاجة؟ بيقولوا لك دول عساكر إسرائيليين عدوا الحدود والمقاومة جابتهم. يا ابني يا ابني بحلف لك بالله العظيم ثلاثة إن ده عبد الجليل ابني، أنا طلعه من نص مليون حتى بأمارة سحنته الغبية دي. وعبد الجليل إيه اللي وداه إسرائيل يا حاجة؟ ويتطوع في الجيش الإسرائيلي كمان؟ لا أنت بان عليك خرفت يا حاجة. اخرس يا قليل الأدب، أنت اللي خرفت أنت وعيلتك كلها والحارة كلها بقت تخرفت. بقول لك اللي في الصورة ده ابن عبد الجليل. ولما هو عبد الجليل ايه اللي وداه اسرائيل؟ الصهاينة خطفوه، الصهاينة خطفوه. بس انا مش هاسكت، هروح الحكومة واقلب عليها واطيها لحد ما يجيبوا لي ابني. ده ضنايا، ده انا ما بحبش غيره، ده هو طلعت بيه من الدنيا يا ربي. ها يا حاجة. يا سعادة الظابط بيه، هو انا هكدب عليكم؟ ما انتوا كل يوم وتاني تيجوا تقفشوه
الواد عن امه رجع لي قفاش شبر بنص. انتوا اضرب عبد الجليل، انتوا اضرب عبد الجليل. طب قولي لي يا حاج، هو عبد الجليل ما قالكيش هو مسافر فين بالظبط؟ قال لي مسافر شرم الشيخ يشتغل مع واحد من الكبارات. جميل. طب ما قالكيش بقى الراجل الكبير اللي بيشتغل معاه ده اسمه ايه بالظبط؟ شوف ان شاء الله عدامك الف 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 بعد الشر يا اخويا، ان شاء الله عدامك بعد الشر. انا ما اعرفش حاجه، هو راجل كده شياكه ومحترم وكباره ويقعدوا يتكلموا ويتوددوا، انا ما اعرفش حاجه. ولو عندك مصحف هنا هتقولي احطه على عليا، واحلف لك ان ابني ده عبد الجليل مش اسرائيلي، مش اسرائيلي. مش ممكن يا ماما، زاهر لا يمكن يعمل كده، دول اكيد خطفوه. انا حسيت بيه وهو ماشي، كنت حاسه ان في حاجه مخبيه عليا، كنت حاسه انه جواه سر ومش عايز يقولهولي. ايه بس يا ربي اللي خلاني اسافر، طول عمره واقف جنبي ومراعيني. يا ماما ممكن يكون ده واحد تاني ويكون كل ده وهم جواكي. انا هنزل شرم ادور عليه وان شاء الله هلاقيه. لا ما تسيبنيش انت الاخر، انا مش ناقصه. بقولك ايه، انت دلوقتي تروح تبلغ الحكومه لازم يدوروا عليه ويلاقوه، لازم كده برضو يا زهر، كده تعمل في امك كده. وكمان الراجل اللي خده معاه ده لازم كمان تبلغ عنه، هو اللي عمل فينا كده، هو اللي عمل فينا كده، الراجل اللي اسمه نجي عطا الله. انت بتقول يا شيخ محمد؟ معقوله هو الشيخ حسن يا شيخ عبد الله؟ ما تسمع اللي بقولك عليه. عرفت ليه بقى هو ترك الجهاد وبعد عننا؟ لانه كان متفق مع اعداء الله. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. الشيخ حسن وربك اراد ان يفضحه ويكشفه ويتصور وهو اسير مذلول بملابس اعداء الله الصهاينه، وهو ده بقى يا سيدي اللي كنا معتبرينه في يوم من الايام واحد مننا، وقال ايه؟ كنا جاعلينه امين على الاسلام والمسلمين. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ناجي عطا الله واللي معاه لازم يرجعوا، لازم تتصلوا باخواننا في المقاومه اللبنانيه وتخبروهم ان احنا ما بنفرط فيهم باي ثمن. هذول ضحوا بارواحهم ونفذوا عمليتهم، لكن هم ما نسوا اخوانهم في غزه، واحنا كمان ما لازم ننساهم يا ابو شعلان. مفهوم؟ مفهوم يا حجه فاطمه. وانت يا زياد من بكرة الصبح بدك تحضر حالك وتنزل على مصر. خير يا حجي فاطمة. في مهمة لازم تنفذها هناك. مثل ما بتعرف يا أخ ناجي، لما اعتقلناكن ما كنا منعرف مين أنتو، صورناكن وأعلننا عن أسرة 8 جنود إسرائيلية. كويس. إسرائيل هلأ بدها إياكن بأي تمن. دول بيتلككوا بقى. طب ما تردوا انتوا كمان تقولوا لا، ما عندناش عساكر ولا حاجه والموضوع كله اوانطه. بيرضيك المقاومه تطلع كذابه يا اخ ناجي؟ وين المصداقيه؟ ما في حدا بالشارع بده يصدقنا بعد هلا. ابو حسين ما تجيب من الاخر، انتوا ناويين تسلمونا لاسرائيل؟ ليه بتقول هالكلام يا اخ ناجي؟ والله عيب، ان احنا معكم قلبا وقالبا، وهيدي المصاري اللي معكم رح نأمن طريق لوصولة لغاية مصر، وبتوصلوا إن شاء الله سالمين غانمين. وعايزين مننا إيه بالظبط؟ شوف يا أخ ناجي، بالسجون الإسرائيلية في مئات اللبنانيين والفلسطينيين المسجونين هونيك. إذا المقاومة أسرت واحد إسرائيلي ممكن نبدله بخمسين أسير عربي. كيف لو كان عندنا 8؟ شوف كم عائلة رح نفرح إذا رجعنا هالمأسورين من المعتقلات الإسرائيلية. هذا بيرزع على زوجته وولاده، وهيدا لبيه وهيدا لأمه. طب ما هو الشباب اللي معايا دول برضه والحلوين دول كل واحد فيهم عايز يروح لبيته والأم. بعرف كل واحد حيرجع بإذن الله. نحن أعلنا عن 8 صهاينة، بدنا 8 صهاينة بس. 8 صهاينة؟ ودول أجيبهم من إيه؟ أنا واثق لو فكرت شوية أخ ناجي أكيد رح بتلاقي طريقة. يلي بيدخل تل أبيب مع رجاله وبيقتحم أكبر مصرف هونيك
وبياخد المصاري وبيجي لهون. هالعملية بيعملها بصبيع إجراي. أنت عايزني بعد اللي عملته ده كله أرجع تلقبيب تاني؟ وليش تلقبيب؟ الكيبوستات المستوطنات اليهودية بتبعد تلت ساعة من هون. ودي بيدخلوها إزاي؟ والله عيب، عيب هالسؤال السخيف من بطل مثلك يا أخي ناجي. حالة من القلق الشديد تسود المنطقة بعد إعلان إسرائيل الحرب على حزب الله إذا لم يسلم الحزب الأسرى الإسرائيليين الثمانية. وفي الوقت نفسه يطالب الحزب بالإفراج عن 500 أسير في السجون الإسرائيلية في حالة ما إذا تم التفاوض بشأن تبادل الأسرى بين الطرفين. عرف توف رفي، بتمنى انك انت تكون نمت كويس. نماني بوادو من اخم. شوف يا رفي، العصبية بتوصل للحماقة. انت بتعرف انه الواحد لا يمكن يكون مخه صافي وينام كويس إذا أكبر بنك بإسرائيل انسرق. كلياتنا مننا اليوم. وأنا إيه علاقتي بالحكاية دي يا دكتور؟ كيف 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 مالك على رافي؟ خليك إنسان حكيم وعاقل. رافي أنت الوحيد يلي معك المفتاح، يلي نحن بهمنا إنه نحن نعرف لمين أعطيت المفتاح. في حدا غيرك بيعرف كيف بتنقفل الخزنة وكيف بتنفتح؟ رافي ولو مين هدول يا رفي؟ أكيد أنت بتعرفهم أو بتعرف شي حدا منهم. شايف هذا الرجال الطيب يلي واقف بالنص؟ طلع منيح، هذا اللي ما إله عينين. زومين شوي، زومين. ها شفتوا؟ هذا ما له عينين، بس التكنولوجيا ما خلت إشي إلا وزبطته. حط له عينين شعور، حط له عينين. واضح. مين هاد؟ ميزه رفي؟ زي ناجي بيعطى الله. عليك نور، عليك نور. برافو برافو ناجي بيك عطى الله. هو كان ضابط بالجيش الإسرائيلي إشي؟ لا، ده المحلل الإداري بتاع السفارة المصرية. طيب ليش لابس التهاب ضابط بالجيش الإسرائيلي؟ أنا شعرفني دوم من أخي بتسأله. أنا أسأله؟ ها حاضر حاضر، هسأله، هكلمه بالمصري كمان. مستر نجي عطالة، ممكن أعرف حاجة؟ حضرتك ليه لابس هدوم الجيش الإسرائيلي؟ بيجاوبش؟ سمعتنيش؟ يا ده ما بيجاوبش. أضم مناخم، الخيالات اللي في دماغك اللي بتحاول تثبتها دي ملهاش أي أساس ولا أي دليل مادي. حتى لو ناجي عطا الله هو اللي سرق الخزنه، انا مالي بالقصه دي. ليه؟ هو مش صاحبك؟ انا ماليش صاحب. انت امتى اخر مره شفته فيها؟ في القهوه، ما كنتش لوحدي. ناجي عطا الله ده كل اسرائيل بيعرفوه، يعني روني ميتال السمسار وعفاديا السماك ومزراحي، ناس كتير جدا. صحيح صحيح، والله ما كان ناقص غير انه يرشح نفسه على الانتخابات الاسرائيليه، بس هو ما له بالسياسه. شاف البزنس أحسن له بكتير، دخل البزنس من أوسع أبوابه، دخل البزنس لحتى وصل للخزنة تبعك 200 مليون دولار.
شفطهم، بس اكيد هو ما كان لوحده، كان له شركاء يا حبيبي، واكيد انت كنت واحد من اهم الشركاء معه، انت اهم شريك عنده، صح؟ معقول يا رفي؟ معقول؟ هذا بنك لأومي، بنك لأومي اهم بنك باسرائيل انسرق، نحن انسرقنا يا رفي ب 200 مليون دولار، نحن منعرف مين اللي سرق البنك، لا قادرين نعرف وين ولا قادرين نجيبه، بيعجبك هذا الحكي؟ بيعجبك؟ هي اسرائيل يا رفي، اسرائيل بلدك، فكر منيح انه اسرائيل بلدك يا رفي. دول الثمانية الإسرائيليين اللي حزب الله أثرهم زي ما أعلن للعالم كله يا أحمد، وإسرائيل اعترفت بالكلام ده تماماً، يعني إحنا كمان عارفين إن الأولاد مصريين. ده هيطرح قدامنا شوية أسئلة، ليه إسرائيل اعترفت إنهم إسرائيليين وليه حزب الله اعترف إنهم إسرائيليين؟ طب لو طلعوا مصريين راحوا ليه وإزاي وبيعملوا ايه؟ الولاد دول يا احمد دخلوا اسرائيل بطريقه غير مشروعه. والله يا فندم الولاد دول اول مره يروحوا اسرائيل، انما الراجل اللي في النص ده ناجي عطا الله، وده كان الملحق الاداري بتاعنا في السفاره المصريه في تل ابيب. والحقيقه يا فندم الراجل ده الملف بتاعه فيه حاجات متناقضه كتير قوي. زي ايه؟ مثلا كان على علاقه طيبه جدا معاهم طول فتره خدمته في تل ابيب، طيبة لدرجة تثير الشبهات، وبعدين حصل معهم مشكلة وتحديداً مع البنك ده، رفع قضية على البنك وقدم استقالته ومشي وساب تل أبيب. ما تشغلش بالك بالموضوع ده، احنا بنشتغل الملف ده بشويش علشان مش من حقنا ان احنا نعلن ان دول مصريين، خصوصاً في الوقت الحالي يا أحمد. انما اقول لك ايه، لازم تستوعبوا أهليهم عشان الموضوع ما يكبرش، لأن بدأت أشوف وأحس إن في ناس بدأت تسأل عليهم، إلا أبوه والأمه، ده حتى صورة الشيخ حسن بعض الناس اللي بترددوا على الجامع عرفوه على طول. إلا البت دي، يا ترى مين يعرف البت دي؟ كريم لاهاني ألدن، يهودية إسرائيلية كانت في جامعة تل أبيب وعضوة في نجمة داود الحمراء. أنا بعرفها منيح واشتغلنا معاها أكثر من مرة. إسرائيلية إسرائيلية، إيش اللي لمها على هدول الجماعة وكيف تعرفت بنجاة الله؟ علاقتها بناجي عطالله ما كانتش منيحة، كانوا دايماً على خلاف. رجال هاد أنا كتبت فيه تقارير أكتر من مرة، بس ما حدش التفت في القيادة لما أرسلتها. يوسي أنت إيش علاقتك بأيلة مرت رافي دافيدوفيتش؟ هي قروفات مش باخاءة مناخم، كنت أتدخل بينها وبين رافي لما تحصل بينهم مشاكل. أنا مفين، أنا مفين. درجة تدخلك كانت توصل لوين؟ يعني تحن عليها، تطبطب عليها، تمسح لها دموعها؟ كان في علاقة بيني وبينها أدون مناخم. حلو كتير، انت بتعرف انه انا بحب الناس اللي بيجوا معي دغري، هذا حلو كتير. الحياة مثل البازل، نحن بنقدر نركبها تركيب، وانت بتعرف انه انا بعرف انه في علاقة. ورافي كان بيعرف بهي العلاقة؟ بعرفش يا ابو مناخم.
أنا بعرف منيح رافي كان متأكد إنك أنت على علاقة مع مرته وكان بده ينتقم، بس قبل ما ينتقم منها بتعرف يا يوسي من مين انتقم؟ من إسرائيل، من إسرائيل كلها. إسرائيل تهدد حزب الله بشن حرب شرسة إذا لم تفرج عن الأسرى الإسرائيليين الثمانية الذين تسللوا عبر الحدود. وحزب الله يؤكد أنه إذا ما حاولت إسرائيل شن أي عمل هجومي طائش فإنها ستضرب بالصواريخ في عمق تل أبيب. حالة من التوتر تسود المنطقة، والدبلوماسية المصرية تسعى بين الأطراف لتهدئة الأجواء بين الأطراف المتنازعة. هيدي الخرائط قدامنا أخ ناجي، هيدا لبنان وهيدي إسرائيل، هيدي هضبة الجولان وهيدي مزارع شبعة، وهيدا الخط الأزرق يلي رسمته الأمم المتحدة عام 2000. مزارع شبعة أرض لبنانية بس حط عليها إيدها إسرائيل مثل ما بتعرف. وهون في تجمع جنود إسرائيلية بين جبل السمان وجبل الرويس من الشمال ووادي العسل من الجنوب. وهون في مزرعة اسمها فشكول يلي رح تعملوا فيها العملية. فشكول تحت السيطرة الإسرائيلية. الحال وقف يا عوفاديا، القهوة من ساعة ما القنبلة ضربت في آخر الشارع وهي بتنش، الزباين خايفتي. الزبون طبعه جبان، ما انت عارف يا مزراحي اللي لازم تعمله تقلل السعر شوية عشان تشد الزبون. أقلل السعر أكتر من كده يا عوفاديا؟ ده ناقص إن أنا أطلب لهم الطلبات وأحاسب لهم. عارف عوفاديا، أبويا كان عنده محل كافيه في مصر، وكان أيامها الحرب شغالة والضرب والغارات طول الليل وما كانش يقفل المحل، ولما الإنجليز كانوا يعملوا حظر تجول كان المصريين ينزلوا ويسهروا ويغنوا كمان. مزرحي إفوها حبري لوعدية. روني ميتال قاعد في البيت خايف، رافي أنا ما أعرف هو فين، هاني إلدن اختفت وما بقتش تيجي المحل لا هي ولا زملائها من الجامعة. ما هو المحل عندي نفس الشيء، الحال من بعده، هي لما بتقفل بتقفل كله. ألو أني عوفاديا، ميمي دابير؟ أني شلومو كوهين سحيرة فرسكين مدابر مهفات فشكول إيش لي عصرات غنيم شل أفرسكين ميعزان هاتوف بيوتي روتسيلف جوش وتخا كديل أدبر على محير. لو حبيبي يش ميتون هشوك لو يزبول كموت كزو شن اللي كسف لسلم لخا بنزو مام عخشاف إنيني معونيان لكبيل بن زمان قاعد حصحورا ما أحرشت مخور شالين بعت تقيم لخا شمعتي شاتخاتو حير يسر لخين دي بارتي اتخا كما تشالين لو 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 زيلو كدايع فاديا عايز ياخدهم كلهم وبالقسطو $5,000 ابن الحرامية. أوكي عفاديا فأني مسكين اني بجيش من مساعدات فشكول محارب ابوك بشعة تشع تزيق رافون شالوم عوفاديا. شالوم شالوم. وشك انشرح، الزهر التليفون ده جايب لك خبر كويس. لا والله يا مزراحي، ده تاجر من فشكول عنده شوية خوخ بايزين عايز يلبسهم لي، اما نشوف.
خلاص مستعدين اخناجي؟ ايوه ابو حسين، هنمشي دلوقتي. السياره جاهزه. الله يوفقكم. بالامان. باشا انا عايز اجي معاك. نضال وابراهيم بس هما اللي هيجوا معايا. يا باشا احنا بدأنا المهمة دي سوا ولازم نكملها سوا. نضال وابراهيم بيعرفوا عدل كويس. المزارع اللي احنا داخلينا كلها يهود. مش عايز قلب الدماغ. ايه يا عم الحاج؟ انت بتغير ولا ايه؟ احنا رايحين نجيب اسرى، مش رايحين كارفور. اغير ايه يا ابني؟ ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده؟ انا كنت شريك في العمليه دي من الاول، ولازم يبقى لي دور لاخر لحظه فيها. ما خلاص دورك خلص يا ابو الكباتن، اللي نط نط وخلصنا، وانت عشان نطيت 2 متر هتفلق لنا دماغنا؟ اللعبه دلوقتي عايزه شاب زي، عايزه واد معاه لغه كده ياخد ويدي في الكلام. انت عارف الباشا اختارني ليه؟ اصل احنا رايحين نجيب 7 دكوره ونتايه، هو بقى جايبني عشان اجيب له النتايه دي. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا اخي نبقى في المحنه دي وتفكر في المعصيه؟ معصيه يا شيخ حسن؟ ما تخليك محضر خير، ده بدل ما تدعي لنا ان ربنا يوفقنا. ربنا يهدي. وانا مؤاخذه يا باشا، اللي بيحصل ده عيبه في حقنا. مؤاخذه؟ دي مؤاخذه جامده يا باشا. الله، احنا عيال نوره وعفيجيه، يعني رجاله برضو يا باشا. وحد قال ان انتوا مش رجاله يا واد انت؟ الله يا باشا، ما هو بصراحه يعني ايه الواد ابراهيم اللي انت واخده ده؟ ولا البت التانية اللي اسمها ندال دي؟ ايه ده يعني يا باشا؟ والله العظيم انا والراجل المتع ده ممكن نخطف لك اسرائيل ونجيبها لك تحت رجليك، ولو عايز كمان نجيب لك الراجل بتاعهم الكبير ده بتاع نتنياهو ده ونجيبه لك تحت رجليك يا باشا، بس انت تقشر. بس لا مؤاخذه يعني انت المستقل بينا. هي خناقه في حاره دي انت؟ ده مصيبه. خدنا معاك يا باشا. الموضوع دلوقتي مش موضوع فلوس. احنا نفسنا نعمل حاجه يا باشا. واحنا في مصر كنا تاهين ورا لقمه العيش والحاجه كانت واخدانا. انما لما جينا معاك هنا شفنا شباب بيضحوا بحياتهم عشان بلدهم. وعرفنا هما بيعملوا كده ليه. وانت زار مش عايز تيجي انت كمان؟ اوعى تكونوا واخدين حبوب الشجاعه وانا مش عارف. انا عايز اكلم امي يا باشا. شوف لي اي طريقه تطمني عليها. انا متاكد ان حالتها دلوقتي بقت خالص. لما نرجع ان شاء الله هخليك تكلمها. سلام يا باشا، ده الجو هنا حلو حلاوة. دلوقتي أنا عرفت ليه الإسرائيليين متبتين فيها. حد يسيب الجمال ده كله؟ ومفيش راديو هنا ولا كاسيت ولا حاجة. كاسيت وراديو إيه؟ أنت ماشي على الكورنيش. أي حاجة برضو تسلينا في السكة يا باشا عشان ما نزهقش. أهو اشتغل أهو. دي أغنية إسرائيلية يا باشا، بتغنيها مطربة عندهم اسمها ليفيانا، بس مطربة قبيحة قوي، كل أغانيها قبيحة، يعني شوف الكلام. اضربني كل يوم، هزقني، علقني. ايه؟ علقني. علقني. شدني من شعري،
ودوس عليا برجليك، وبعد ما تعمل ده كله هحبك، اموت انا في المعاني الرخيصه دي. واضح ان انت بتفهم عبري كويس قوي يا ابراهيم. اه امال ايه، اصل انا معاشرهم، قعدت معاهم 4 سنين ايام ما كنت شغال في السياحه. يعني عندك مثلا يا باشا الست الاسرائيليه عشان شخصيتها قويه على جوزها تحب الراجل الخشن اللي في احا عالمين تنعم وتطرى في ايده على طول، عكس الامريكانيه، الامريكانيه هبله. عندك بقى الفرنسويه تحب اللذاذه الشياكه. انت هتحكي لنا على مغامراتك النسائيه؟ انت نسيت يا ده احنا جايين نعمل ايه؟ ومالك واثق من نفسك قوي كده؟ تعرف يا باشا لو كانوا طلبوا مننا 6 نسوان اسرائيليات عليا النعمة كنت قمت بالليله دي لوحدي. هو انت حياتك كلها كده يا ابراهيم؟ كده ازاي يعني؟ يعني كلها نسوان وتفاهه وهبل زي اللي احنا سامعينه ده؟ لا يا باشا، اصل انا راجل مش مكالكع، انا راجل بحب الحياه، يعني لو مكتوب لنا نموت هنموت. نموت بقى واحنا بنلط ومنصوت وشايلين الهم، ولا نموت واحنا بنغني ونرقص؟ هو مين له نفس انه يفرفش ويغني ويرقص وبلاده محتله؟ احرجتنا احرجتك احرجتنا الله يديم. ده انت بيلا حرجتك ايه؟ ده انت بيلا سوق والله رقبتي قد كده. كان فين متفكرش؟ مستر ناجي؟ مش ممكن، ايه المفاجأة دي؟ عفادية ازيك عفادية؟ بسادر بسادر بارك انك انت بخير، والله وحشت وحشت كتير كتير. ما تقعد معاي شوية. والله من ساعة ما سبت اسرائيل واحنا طول الوقت نجيب في سيرتك مستر ناجي. ايه المفاجأة دي؟ بس انت بتعمل ايه هنا؟ والله يا عفادية يا اخويا، انا من ساعة ما سبت الخدمة وانا زي ما تقول كده ايه جات لي حاله قرف، قلت اقلب عيشي، اللقمه اللي تخلص اوام اوام ماشي، انما بقى اللي هتعمل لي قلب الدماغ بناقصها احسن. طول عمرك شاطر مستر ناجي. انما انت ايه اللي حدفك على هنا؟ والله في تاجر خوخ عنده 10 طن وعايزني اشيله، واداني ميعاد هنا. شلومو كوهين
هو اتصل بيك انت كمان؟ اوعى تعلي عليا يا مستر ناجي، احنا اصحاب. معقول اعلي عليك برضه؟ ده انت حبيبي. وبعدين انا ما اقدرش اعلي عليك لسبب بسيط جدا. ايه؟ انا شلومو كوهين. اسمع يا فادية، انا جات لي هنا لقمة عيش اكل منها الشات، وانت عارفني ما اقدرش اكل لوحدي عشان ما اصبرش، عشان كده فكرت فيك. انت حبيبي مستر ناجي. واخبار الناس ايه في تل ابيب؟ والله الحال ما يسرش، الشباك رايح جاي يلم في العمال من المحلات، ده انا اخر مره قلت نقفلها احسن، مش جايبه همها. وبتلعبوا فين امال؟ والله ولا بنلعب ولا حتى بنشوف حد، ده حتى القهوه عند مزراحي ما بقيناش نروح. الظاهر انت اللي كنت مجمعنا مستر ناجي. انما ايه البيزنس اللي انت عايزني فيه؟ شوف يا أفادي يا أخويا، أنا كلمتك أنت بالذات عشان عارفك كويس، أنت راجل عملي، ولما تيجي في إيدك فرصة عمرك ما بتضيعها. طلباتك مستر ناجي، أنا تحت أمرك. قبل ما أقولك على طلباتي لازم أعرفك بنفسي كويس. أنا أبويا اسمه الدولار، وأمي اسمها اليورو. أحسن ناس، وكده إحنا ولاد عم، عشان أنا عم اسمه دولار ومرات عم اسمها يورو. دول 10,000 دولار، حطهم في جيبك فوق قلبك على طول. قول لي بقى إحساسك إيه دلوقتي؟ مش حاسس إنك أنت دافيان شوية ودقات قلبك أحسن؟ أنا خدامك مستر ناجي، أمر. دلوقتي بقى قولي على إحساسك بعد ما شلتهم من جيبك، مش حاسس إن النبض ضعف شوية وفي كده يعني رعشة بسيطة وفي بوادر شلل مؤقت؟ انت ايدك ساعة ليه كده؟ قولي أنا كبير، انت عاوز ايه؟ قبل ما تسألني عايز ايه اسألني هدفع لك كام. انا هدفع لك 20 باكو زي دول. كام؟ 200,000 دولار، يعني 1,000,000 شيكل.